يا اولي من لفت. كان اخر رقم؟ كان كام اخر رقم؟ يا أيوة. باشا نعم. ايه كنت بفتكر اخر رقم. ربنا يكرمك تساعدني، متاخر علي اجر الاوضه. انت عندك اوضه؟ يا بختك. طب ممكن اجي ابات عندك؟ يا ناقصه. طيب ما عندكش قلم في الاوضه دي؟ عايز افتكر بس رقم اكتبه كده. خد اوكي. خد ايه ده؟ لحم. هو انت ليه بتوزعي لحم؟ اصل الديب فريزر في بيتنا اتملى، فقلت انزل اوزع اللحم. اوزعها يا عم للغلابة. اوكي ثانك يو. بس انا مش غلبان. امال انت ايه؟ نو انا مصري. تبقى غلبان، خد اللحمه. انا اسمي مصري اوكي، انما انا اصلا امريكان. اهو انا امريكان. وإيه اللي مدهولك بالشكل ده؟ كنت في مظاهرة ضد أمريكا. يعني أنت جاي من أمريكا لمصر عشان تمشي في مظاهرات؟ نو مش هو ده الحكاية. هو أنا اللي حصل يعني. بصراحة كمان أنا كنتش متخيل أبداً إن الناس هنا كده بتكره أمريكا قوي. يمكن عشان ما بتعرفش تتخيل. طيب أنت مصرية ها؟ طيب ممكن أسألك على حاجة؟ أنا عايز أروح أي مكتب يكون بتاع اتصالات. لا صعب. تعال اركب معايا العربية وأنا أوريك إن المصريين جدعان. هوديك. تعال. ثانك يو. وده أعمل لو سمحت. لا لا. أنت غلبان؟ كلنا غلابة لله. طيب اتفضل. أمين يديك الصحة. فيك شر البلاوي. فيك شر من يجيك يا ابني. يديك الصحة. ثانك يو. كل ده؟ ثانك يو. شايف حالي عامل ازاي؟ يلا. هاي. الو، اهلا وسهلا. انتوا مكتب اتصالات؟ مظبوط يا فندم. رايت. اوكي طيب. ممكن اعمل اتصال؟ لا يا فندم، احنا شركه اتصالات. حضرتك لو عايز تعمل اتصال او اي تليفون في كشك بره ممكن تعمله منه. اوكي سوري. اوكي نورت. ثانك يو. اوه ماي جاد. اكسكيوز مي، اي وانا ميك ا كول بليز. الله يسهل لك. انا عايز اعمل تليفون لو سمحت، وكمان عايز ازازه ميه. ازازه الميه بجنيه ونص عندك في التلاجة هنا. اوكي ده الرقم اللي انا عايز اكلمه. ايه بس الرقم ده ناقص نمره. يا اي نو، انا مش فاكره. احنا هنهزر يا استاذ. ايه النمره عشان نخلص؟ يعني هو لو مش 1 او 2 ممكن يبقى 3، احتمال 4، لو ما طلعش 5 نجرب 6. انت عايز تعمل كام مكالمه؟ يعني انا هجرب يعني، بس اكيد مش اكتر من 10. طب هدي تحت الحساب. اتفضل. اوكي. ايه ده؟ انا اول مره اشوف حد مربي موبايل. هو انت ليه رابطه كده؟ هو بيعض؟ ما هو لو كان بيعض ما كانش 3 اخواته اتسرقوا مني قبل كده. اوكي. هلو؟ الو؟ ممكن اتكلم راضي؟ راضي مين؟ محدش هنا اسمه راضي. واحد. هلو؟ اتكلم راضي؟ راضي؟ اقفل يا اهبل. اتنين. اتكلم راضي لو سمحت. طب ما تنفعش عبير. ثلاثة. هلو؟ اتكلم راضي؟ اتكلم راضي؟ بطل معاكسات ياض يا ابني. أربعة. اتكلم راضي؟ خمسة. ايه ده؟ ترد ليه كده وانت هتموت؟ ما تردش. سبعة. اكلم راضي؟ اقفل يا عيل يا جزمه. ثمانية. هاي. ايوه راضي. مين معاك؟ راضي انا مصري. ايه يا كلنا مصريين. ما
وادور عليه. الحقني يا راضي. ثانك يو يا راضي. بس تصدق الراجل ده بيخسر؟ ده بيبيع المايه بجنيه ونص مش ب30. انا اتمرمنت قوي يا راضي، انا اتمرمنت. انا مش عارف ازاي اعيش كده. عادي زي ما كل المصريين عايشين. راضي ممكن تخليك بس جنبي وتساعدني لغايه ما اشوف انا هعمل ايه؟ اوكي ابوس صدرك. أجل الرجولة والجدعنة اللي عملتها معايا مع الضابط، أنا مش هسيبك في أزمتك. يعني إيه مش هتسيبني في جزمتك؟ اشرب اشرب قبل الأذان، اشرب. إيه ده؟ ده أنت اتمرمطت بجد. آه والله يا yeah. سمعت حاجة؟ الأذان. اركب. ده عطشان قوي. طب بقول لك ايه، الكاميرا والشنطه بتاعتي في ايه؟ معايا. اركب. ثانك يو. طبعا مش فاكر بيتكم القديم وهتدوخني. لا طبعا فاكر، هنا في القاهره. بقالنا ساعه بنلف، عمال تدخلنا في شارع وتطلعنا من التاني واخرتها. اعمل ايه بس الشوارع كلها شكلها متغير، انا مش فاكر ولا شارع. انا افتكرت حاجه، كان في واحد بيعدي تحت البيت بيبيع فول. حراتي ولا مدمس؟ انت يعني بتمتحني يعني؟ مدمس طبعا، وكان بيعدي كل يوم كمان. انا كنت فاهم انه بيعدي يوم اه ويوم لا. ارحم امي العيانه، افتكر حاجه تانية. طب ممكن نسال حد طيب على اسم الشارع ده اللي انا مش عارفه؟ راضي ذات ست يا راضي، اهو شارعنا اهو. انت متاكد؟ اه طبعا طبعا متاكد. I can't believe it. Thank God. يلا روح بقى، روح بسرعه هناك. شارع بستان المها مهاميز. يا راضي اهو، هو ده الشارع بتاعنا راضي، شارع بستان المهاميز ده، ودي العماره بتاعتنا. ايه دي؟ انت متاكد؟ طبعا راضي متاكد، انا انسى اي حاجه في الدنيا الا العماره اللي انا لعبت فيها وتربيت وانا صغير يا راضي. واو ثانك يو سو ماتش. ويا ريتك ما كبرت. سلام. ثانك يو راضي. اوكي مان، اوكي تيك ات ايزي. شارع بستان المهاميز، يعني اللي ساكنين فيه هنا مهاميز. ها excuse me مهموز، excuse me مهموس مهموس. اوكي او ماي جاد. واو يا جاد. لو سمحت مش دي عماره سته؟ دي عماره 26. ما هو عدى 20 سنه اكيد بقت 26. طب في هنا ساكن واحد اسمه سعيد عواد. سعيد تختخ؟ يا سعيد تختخ يا. هو ساكن هنا في 26. اوكي. مش في 6. ثانك يو. لا. ثانك يو. واو. يا. عجزت قوي. Thank you.
أوه كوم داون كوم داون. انتوا مين؟ احنا اللي مين يا حرامي؟ نو انا مش حرامي، انا مصري، انا مصري. ويعني مصري واحنا واخدينك اسير؟ انت حرامي. نو انا مش حرامي، انا مصري. يا شيخ تي ولا حتى في رمضان بتسرقوا؟ هاي شيت. ولا تعال هنا لا يسرقك. نو انا مش سريق، انا مصري. انا مصري العربي. انت سعيد تكتك. الله سعيد، انت بتصاحب حرامية؟ استني بس يا بابا، ده مصري العربي. يس 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 يس. وحشتني يا مصري. ثانك يو. اوكي بلاش بوس شيت. ازاي راجل غريب يعني ينام معانا في نفس البيت؟ يا كان احنا كده والاسم متجوزين وبشوفك بالصدفه، امال لما نبقى زحمه بقى هنعمل ايه؟ وانا مالي؟ هو انا اللي عزمته ولا انت عايز تتخانق وخلاص؟ اتخانق وخلاص؟ انت شايف امك بتعمل ايه؟ امك دلوقتي بقت امك. امال يا خالتي راحت فين؟ منصف. ايوه يا خالتي. في حاجه يا منصف؟ لا يا حبيبتي سلامتك. الله يسلمك. هاي شفت الفانوس بتاعي؟ ده فانوس ايه ده؟ ده فانوس رمضان. ومين ده بقى؟ رمضان؟ رمضان يا عم، ده كرومبو. كرومبو؟ شبه كرومبو. لا بس خدوده. وانت اسمك ايه بقى؟ حماسة. حماسة؟ وعندك كام سنة يا حماسة؟ سكس. سكس. لصمت الباب مؤقتا. اوكي نسيت اعرفك بالاسره الكريمه، ده بقى عبد المنصف. هاي نايس تو ميت يو. ودي بقى اختي ابتسام. هلو. هاي. ايه ده ايه يا عم انت هتعمل ايه؟ ابوسها. تبوسها؟ ده انا جوزها ومش عارف ابوسها. اوكي احضنها يعني من غير ما ابوسها؟ يا عم لا تحضن ولا تبوس، ده ايه الليله السوداء دي؟ ما تشوف صاحبك ده يا عم سعيد عايز تبوس مراتي ده كمان. يا عم مصر احنا هنا مش في امريكا، هنا ما فيش الحاجات دي. وات؟ فيش هنا حضانه ولا بوس؟ لا طبعا. انتوا ازاي عايشين كده؟ نسيت اعرفك بقى باللمده الصغيره، موسى اختي. من بعيد ولا بتتباس؟ بتتباس. اوكي هاي انت بس هنا اللي بتتباس سعيد. خد يا ابتسام حته اللحمه دي. لا يا ماما انا مش عايزه. لا خلاص اصل انا زهقت من اكل اللحمه، انا هاكل لقمه بملوخيه. خد يا ماما حط لي شويه رز. حاضر يا حبيبي. كمل يا مصر كمل. اوكي انا مش عندي معلقه بس ممكن معلقه؟ ثانك يو. بس يا سيدي وبعد بقى ايه المظاهره ما خلصت بفتح عيني كده لقيت نفسي مش شايف غير نقط سودا بس. انت ان شاء الله ناوي تقعد هنا لغايه امتى؟ ممكن اجوس يعني اول ما انظف الشقه بتاعتي هامشي على طول. لا قصده هنا في مصر. اوكي ثانك يو. والله سعيد انا كنت عايز اقعد على طول بس طبعا بعد اللي حصل معايا ده انا هعمل الشغل بتاعي وارجع امريكا تاني. ده قرار صح جدا على فكره. يا صحيح انتوا عايزين مني كام فلوس؟ اخص عليك يا مصري، عايز تدفع تمن قعدتك معانا؟ يس نعم. مش باكل وهاكل وهشرب وهنام يعني انا لو جيت لك امريكا هتدفعني تمن قعدتي؟ اكيد. طب يا سيدي خلاص مش هناخد منك فلوس وانا لما اجي لك امريكا ما تدفعنيش ماشي؟ نو انا قاعد. ناوليني يا ابتسام طبق البسبوسه. كل يا مصري. اوكي. خد يا حماصه طبق البسبوسه ده تنزل لام عبير بس اوعى تدب صباعك فيه وبعدين تعالى كمل اكل. ياه واو ايه ده؟ مش ده الشخاف؟ اسمه خشاف. ده من خشاف ولا من ديري؟ ممكن اخد منه؟ لا طبعا خده كله انت بعد اللي قلته لحد ما يمد ايده عليه. اوكي بعد الملوخيه بقى بعد الملوخيه. قوي قوي الملوخيه دي. ده انا اللي قطفتها وانا اللي خرطتها وانا بقى اللي شهقت عليها. ايوه مين بقى اللي عملها؟ كنتش مصدق ان انا ممكن اخد شاور. افتح سعيد. الله اكبر. اوكي يس
يا هاي نوسة. ايه مالك يا نوسة؟ مالك؟ خش جوه. خش جوه في يا عم انت. ايه ما ينفعش تمشي كده في البيت، البيت فيه ستات. يا يا انا شفتهم نوسة وابسامة. وانا بعرفك عليهم. عيب 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 ليه؟ متخلفين. البس اي حاجه بقى، داري نفسك كنت واقف عريان قدامي كده. اوكي اوكي. وشعرك الجميل ماله؟ تلمه. حاضر اوكي اوكي هلمه. اوعدك يعني لو شفت شعرايا بس واحده واقعه في الارض هلمها على طول. اوكي بقول لك ايه؟ نعم. انت الحل الوحيد معاك تتحجب. تتحجب؟ اه اوكي اوكي اوكي. صلى على النبي صلى على النبي. ايه ده؟ مين؟ انت حماسه. ما تزعلش يا مصر من منصف، اصل ظروفه صعبه شويه. اوكي اوكي سعيد نو بروبلم. خد دي. ايه دي؟ ملايه؟ دي جلابيه ابويا الله يرحمه. البسها هتريحك. هتريحني زي ما ريحته كده؟ انا اكيد مش عارف انام في الجلابيات سعيد. ام فاين، انا معايا حاجه. ثانك يو. الواحد يعني كان تعبان قوي. قولي بقى انا هنام فين سعيد؟ هتنام على سريري. طب وانت هتنام فين؟ هنام على كنبه منصف. منصف هينام فين؟ هينام في الثلاجه بره. وات؟ هينام على الكنبه اللي بره. لا سعيد انا كده لخبطت كل حاجه، بليز لو سمحت انا خليني انام على الكنبه وانت نام على سريرك. اوكي. طب هقول لك، احنا نجيب حماصه هنا وانا وانت نام على السرير. ليه انت هتصاحبني؟ قصدي يعني يعني انت هتصاحبتي الجيرل فريند بتاعي يعني. لا سعيد اوكي انت نام على سريرك وانا لا 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 مصري. لا 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 ورحمه ابويا ما ينفع. بليز انت نام على سريرك. رجلك كبرت قوي سعيد. ها مهم القعده. لا التانيه دي كبيره من يومها. صحيح. هو انت بتشتغل ايه سعيد؟ عواطلي. ومبسوط فيها؟ اهي اللي موجوده. ما هنا تسال المهندس كان نفسك تطلع ايه؟ يقول لك دكتور. ولما تسال الدكتور يقول لك محامي. مفيش حد هنا بيشتغل اللي هو عايزه. وانت كنت عايز تكون ايه اصلا يا سعيد؟ طيار. هو مع اني ركبت الطياره مره واحده في حياتي وكنت مرعوب، رحت عامل فيها بتخنق وبموت كده. بس انت كده مشلول مش مخنوق. حركات مصريين. طيب واشمعنى طيار بقى؟ عشان الطيارين المصريين احسن طيارين في العالم. You know what؟ ده كلام بيقولوا المصريين علشان يصبروا نفسهم بيه، انما هو خرافات. زي ان الراجل المصري يروح اي مكان في العالم كل الستات تموت فيه، او زي مثلا ان الطفل المصري اذكى طفل في العالم. او شيت. هو كده يعني ممكن ده اذكى طفل في العالم؟ ايه ايه يا حماسه ده؟ انت ده انت بتقولي لا كنت بترفض وانا عرفت فهم منك. انا استنى يا حماسه، استنى يا حبيبي، استنى السندوتشات. جبنا نست ولا بيت؟ الاثنين يا حبيبي. مع السلامه. مع السلامه. خد يا مصر. يمكن تحتاج حاجه. ثانك يو. انا فعلا مش معايا فلوس. اول ما يبقى معايا فلوس هرجعهم لك على طول. ترجعهم لي ده ايه؟ ده انت زي سعيد ابني. هو سعيد مش بيرجع في الفلوس؟ ربنا يرزقك ويرزقه. اوكي مع السلامه. ثانك يو. سي يا. صباح الفل يا سعيد. صباح الفل يا سمعه. اتفضل. هو سعيد اتفضل فين؟ احنا متاخرين. يا عم الكلام كده وخلاص. عزومه في المراكبيه يعني؟ اوكي. ايه ده مش دي السكودر بتاعت باباك سعيد؟ هي. هو مات وهي لسه عايشه. صباح الخير يا سعيد. صباح الفل يا فاروق. والنبي عايزك تجيب غالي الانبوبه يا سعيد. عينيا الاثنين. تسلم عينيك يا رب، يخليك ويكفيك شر المرض يا رب. ايه سعيد ماتت هي كمان ولا ايه؟ صباح الخير يا سعيد. صباح الفل يا عم سيد. اتفضل. بس سعيد مش فاضي فانا قلت اقول بداله اتفضل. امسك كده. ايه ده؟ انت ايه حاطط فيها المدرسه؟ امسك يا سعيد. هات. ايه ده ايه ده ايه ده سعيد؟ ايه ده بتعمل ايه؟ ده الكتاوت. كتاوت؟ تقصد الكتاوت كده بالطوبه سعيد؟ يا عم ماشي بالبركه. ازاي بتعمل كده؟ دي مستحيل تشتغل. انت اكيد بوظتها سعيد. نو واي تشتغل. اشتغلت. واو ازاي كده؟ اجري يا عبيد اجري عشان الحق سعيد. سعيد سعيد استنى كويس ان لحقتك. خد عبير معاك عشان الكروس المدرسه فاتها. ها عشت يا اخوي. خلي بالك منها واكلها. انا الاثنين يا معبير. ايه ده ايه ده سعيد؟ الكلام ده حقيقي ولا عزومه في المراكبيه؟ عزومه مراكبيه يا عم. ما البت ركبت اهو. طب انا اركب فين؟
يا عم بسمه هنا بكافي 100 ها اركب وسعت لك اهو بس كده قلقني يعني مش قانوني كده سعيد يا عم خليها على الله حماسه امسك كويس ها امسك كويس لحسن تقع حماسه شفت كان عندي حاله لما قلت لك خد بالك هتقع السفير بعت للجهات الامريكيه هناك مظبوط اعتقد ان الموضوع هيتاخر شويه المشكله ان حضرتك خرجت من امريكا بالباسبور المصري من غير ما تثبت فيه الجنسيه الامريكيه فبالنسبه لهم حضرتك ما خرجتش من امريكا ولسه هناك والله انا لسه هناك فعلا طب وانا عايز ارجع ليه لما انا لسه هناك انت عارف الموقف بعد احداث 11 سبتمبر وخصوصا انك من اصل عربي عموما سيب رقم تليفون نقدر نوصل لك عليه اوكي 012 ايه مصري عملت ايه قالوا لي هنبقى نتصل بيك طب ايدك معايا ايدك معايا هو صحيح اللي بيترفضوا في السفاره دول ناس زباله طبعا مفيش حاجه اسمها ناس زباله سعيد امريكا مش بتفكر كده دي حجه بس بيطلعها الناس اللي هم بيترفضوا اصلي اترفضت 3 مرات قبل كده عشان انت زباله يا سعيد انت ازاي تعمل كده في الشارع معلش اصلي كنت محصور ومفيش حمامات في الشارع دي حجه بيطلعها الناس الزباله اللي زيك ازاي تعمل كده في الشارع ار يو كريزي معلش يا مصر معلش ازاي كده انا فعلا مش مصدق مش مصدق ركب 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 او شيت ويت ايه ده ايه ده ليه بيشخبط في الباب بتاعنا ده ده النجار النجار اوكي النجار هنا عندكم شخبط عادي اوكي شخبط هنا شويه واو This is amazing! Oh! بسم الله عليك! I'm fine, I'm fine! ايه ده؟ ليه عملته كده؟ ده طلع منها كمية تراب رهيبة! انت مين؟ انا نوسة! وايه كده ليه عجزتي نوسة؟ خدي ام سعيد اديها بدي كده ممكن ترجع شباب تاني! ايه ده؟ كده لبخت الارض! اتفضلها ابونا عشان نقدر نخلص قبل الفطار! يلا فاضل! ايه ده؟ لحم وفراخ وحمام! ايه ده كله صحيح؟ هو احنا مش هنفطر بكره ولا ايه؟ مش عندنا ضيف، وبعدين هو فين؟ ده المغرب ادى. مش ده المغرب ده انا سامعه. عنج 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 ايه يا ابني اللي انت عامله في نفسك ده؟ روح البس حاجه احسن تاخد برد. برد؟ هو اللي همك انه ياخد برد؟ روح البس حاجه قبل منصف ما يخرج من الحمام. هو منصف ده انا نسيت. حجبت زي ما انت قلت لي اهو ها المهم يبقى على اقتناع الشومين وتخلعه مبروك او سلم بقى ماما ده عسل كل الطبق ده يو عزيت من الطبق ده اه صحيح مش الطبق ده كان برضو المره اللي فاتت كان هنا ونزل تحت باين صح الطبق ده طالع نازل من اول رمضان لغايه اما نسينا هو طبق مين طب ممكن واحده لا لا تسد نفسك كل الحمامية دي الأول وبعدين هديك واحدة أنا الحمد لله شفت يا أم سعيد أنا حمام تحفة 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 أنا هقوم أغسل إيدي بقى أنا جعت تاني أصلي الحمام بيجوع أوي فين؟ فين أنا؟ لا لا جع تاني الحمام بيجوع جدا أوي وادي يا سيدي القهوه اللي احنا هنقعد عليها اوكي ايه ده سعيد اللي قاعد على القهوه ده انا عارفه لا 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 ايه ده مش ده اسمه عم بلال اللي ساكن هنا معانا في العماره ايه ده انت افتكرته ازاي هو صح اه ده كبر جدا مش هتصدق انا افتكرته ازاي ازاي انا افتكرته من حواجبه هو نفس القعده دي كل يوم وبيقرا نفس الجورنال وغالبا نفس العادات جود ايفنينج اهلا ازيك يا عم بلال انا مصري انت مش فاكرني مش لما تفتكرني انت الاول وبعدين انا اسمي هلال مش بلال هات لك كرسي واقعد اكسكيوز مي اهلا يا مصر عرفت انك انت وصلت بالسلام يا بقى مش فاكر عمك هلال يا هلال ده انا اللي مطهرك في ايدي تضحك على ايه ما انا مطهرك انت كمان
ازيك يا مصر؟ فاين فاين. ازاي يا ابني؟ عم حلال ماي داد ميت دلوقتي، كان نفسه يجي يعيش هنا في اخر ايامه بس ما لحقش بقى. انا بستغرب على الناس دي، الواحد منهم يهاجر ويضيع عمره بره وفي الاخر يقول انا عايز ارجع بلدي عشان اندفن فيها، كأن البلد دي قرافه كبيره. الله يرحمه كان راجل طيب. ما قلتليش بقى، ناوي تدفن هنا ولا بره؟ انا من ساعه ما جيت وانا متبهدل على الاخر خالص، عشان كده ناوي ارجع همشي. لما تمشي يا اخي حد ماسكك؟ انت ماسكه يا سعيد؟ مش ماسك، امشي براحتك. ولا اقول لك امشي انا؟ السلام عليكم. ما تزعلش منه يا مصر، عادي يعني، هي جت عليه هو. بقى بيعمل ايه دلوقتي؟ زي ما هو على حطه ايدك، عنده الاستوديو الكبير بتاعه واللي في التحرير. تشرب شاي يا مصري؟ اوكي بس سكر دايت. اتنين شاي سكر بره. بره ايه؟ انا بشربه سكر دايت يا سعيد مش بره. والله وحشتني يا مصري. قولي بقى اعمل ايه في المصيبه اللي انا فيها دي دلوقتي؟ يا عم ما تقلقش، هنطلع لك رقم قومي في باسبور وتروح تاخد الفيزا وتسافر على طول. الكلام ده هياخد وقت طيب؟ كله دلوقتي بالكمبيوتر، خمس دقايق ونخلص ونمشي. اوكي